القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على عدد أصوات 101,301، تحالف المستقلين 71,171، الفردي إجمالي عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 169 لجنة، إجمالي عدد النافذين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 521,875، إجمالي عدد النافذين الذين أدوا بأصواتهم 201,873، بالنسبة المئوية 38.6%، إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 18,198، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 183,675. رقم واحد اسم المرشح أسامة أحمد محمد متولي راضي 22,972 صوت. اثنين أحمد إبراهيم أحمد السعيد الألفي 31,578، أحمد محمود أحمد محمد 14,603، ناجي إبراهيم سيد الأهلي 8,318، هميمة السعيد عبد الغني حمام حجازي 7,194، عبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى 27,468، 7 بدوي عبد اللطيف هلال بدوي 32,488، 8 يوسف محمد يوسف علي مناح 9,137، 9 حنان محمد علي مرسي عبده 5,717، 10 محمد الهادي ابراهيم احمد عبد 8,591، 11 محمود نصر عامر 16,123، 12 رضا محمود نصر ابراهيم 3,102، احمد 13 احمد مجدي محمد عبد الرحيم عبد الهادي 7,603، 14 أحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي 8,545، 15 محمد موسى زارع 3,600، 16 السيد محمد عبد الحميد حبه 9,280، 17 عمرو حاتم متولي الهواري 7,622، 18 رضا عبد اللطيف حافظ الشربيني 8,115، 19 محمود أحمد العلف سيد أحمد 24,791، 20 مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3,386، 21 طارق عبد الحافظ أبو النجا درويش وحصل على 3,617، 22 أسعد موسى عتريس الجزار وحصل على 2,266 صوت، 24 محمد منصور وحصل على 1,312، 25 أيمن الغندور نصر الشاعر حصل على 1,279، 26 أسامة محمد الحسيني أبو العينين الحسن وحصل على 2,169، 27 أحمد عادل محمد علام وحصل على 7,208، 28 أمير عبد البديع عبد اللطيف بدوي الجلال وحصل على 10,901، 29 عماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان
وحصل على 11,232 قبر. 30 إبراهيم علي إبراهيم الشناوي حصل على 9,524 قبر. 31 أمين عبد الحميد علي القرموطي وحصل على 12,876 قبر. 32 حاتم محمد أحمد محمد الفراجي وحصل على 6,619. هاني أبو المجد السيد محمد أبو المجد وحصل على 2,357 قبر. نادر إبراهيم محمد هليوة وحصل على 8,251 قبر. هلال نصر السيد هلال نصر الدين السعيد السيد وحصل على 6,183. مرتضى أحمد محمد منصور وحصل على 21,271.